في جملة بحبها قوي الفيلسوف يوناني اللي هو سقراط بيقولها الواحد من تلامذته: تكلم حتى أراك. الكلام هو المفتاح للطب النفسي. عشان تعبر عن نفسك لازم تتكلم، وأنا موجودة هنا علشان أسمعك وأفهمك. أنا الدكتورة ساندرا وسيم السيسي، مدرس الطب النفسي بالقصر العيني جامعة القاهرة. قناعتي إنه فكرك هو اللي لازم يتغير عشان تغير حياتك خلاني أدرس السي بي تي أو Cognitive Behavioral Therapy اللي هو العلاج المعرفي السلوكي، اللي يخليني أساعدك إنك تغير أفكارك في الاكتئاب أو القلق أو الوسواس القهري، أو لو عندك فوبيا زي السوشيال فوبيا أو بيجيلك نوبات هلع. كمان بحب أعالج المراهقين اللي عندهم مشاكل في البيهيفير أو في السلوك عن طريق الدي بي تي أو Dialectical Behavioral Therapy اللي حطيته مارشا لينهان في أمريكا. بتعلمنا ازاي نتحكم في مشاعرنا، والوعي الذاتي بتاعنا يزيد عن طريق المايندفولنس، ومنه هنقدر نستحمل ضغوطات الحياة ونحسن علاقتنا بنفسنا وبالآخرين. حبي الشخصي للفن والموسيقى خاصة خلتني أضم لعيادتي معالجين بالفن، وأدرس أنا شخصياً علاج بالحركة والموسيقى علشان أساعد الأطفال اللي عندهم مشاكل في الانتباه أو في العلاقات أو في السلوك. بالنسبة بقى للجيرياتريك سايكايتري، فده اللي قناعتي برضو إنه كبار السن محتاجين إن هم حد يسمعهم ويعالج مشاكلهم النفسية، ولو كان ابتدوا يعانوا من مشاكل في الذاكرة أو قدراتهم المعرفية يبقى في حد متخصص يقدر يعالج ده ويشوف ده. الصحة النفسية هي أساس السعادة وأساس النجاح، فالحياة مستقرة سعيدة. ياريت تتواصلوا معنا على البلاتفورم O7 Online Therapy علشان نقدر نساعدكم.